اخواني احنا عندنا قاع بطويريج. باسمة منين؟ باسمة انت منين؟ من يا محافظة؟ محافظة كربلاء قضاء طويريج. كربلاء قضاء طويريج، اوكي. سولفي باسمة. استاذ احنا عندنا قاع بطويريج. عندكم قاع بطويريج؟ طابو زراعي، قامت عليها وحدة تشتغل بالطابو اسمها سعاد فوق الشرميخ، زورتها واخذتها تحت حكومة المالكي وموقفتنا كل شيء من عندها. بس باسمة 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 بس اهدي حتى افهم منك، لان كل شيء ما جاي افهم. اللي فهمته انه عندكم قاع بطويريج مو صحيح؟ طابو زراعي. اي شنو المشكله؟ المشكله اللي انا اكو وحده محكمة طويريج اسمها سعاد فاضل شرميخ الدام. هسه بدون ذكر اسامي، بدون ذكر اسامي باسمه، هذه بعدين اخذها من عندك التفاصيل. اي واخذتها من عندنا من 2006، وهسه طلعت القاع باسم من باسم حبوبتي عشان جارت عيد علوان. القاع طلعت باسمها، وانت ما درت الطينه، والمحامي طلب من عندنا 10 ملايين، واحنا عائله فقرة وكنا عايشين على الله على هالقاع. واخذتها من عندنا. واريد من عندكم توصل صوتي لمصطفى الكاظم، الله يخليك استاذ ويحفظك، توصل صوتي. واريد وقتكم وياي، وقاعنا راحت من عندنا كلها، سوتها بيوت ليش؟ تأمرين. مقابل كانوا شجر كلها شلعته، يعني حتى الله ما يقبل بي نخله تحشي لها 20 وزنه. باسمه باسمه